بسم الله تقدست أسماؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، كلية الصيدلة جامعة العميد، اليوم إن شاء الله نعطيكم محاضرة في مادة الهيستولوجي فيما يتعلق بالريسبيراتوري سيستم. إحنا أخذنا في الكورس الأول مادة البيولوجي، أخذنا درسنا فيها مجموعة من السيستمز اللي يتكون من عندها البادي، أي أورغانس يتكون من عندها، بوزيشن مالتها، و الفانكشن اللي يؤديها. ان شاء الله راح نربط اللي اخذناه بالبيولوجي بما راح ناخذه في هذا الكورس بمادة الهيستولوجي. بمادة الهيستولوجي راح ناخذ هذه الاورغانس، نمر عليها ونعرف من كم نسيج متكونه، وشنو الخلايا الموجودة بها، وشنو الجلانس الموجودة بها، ووظائف هذه السيلز والجلانس. بداية انتو بالنسبة للرسبيراتوري سيستم ماخذيه بصورة مفصلة في مادة البيولوجي. هنا أنا راح نمر فمر سريعا على الفانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم. كنا نعرف انه هو allows gas exchange، مسؤول عن الغاز exchange. من شنو يتكون؟ يتكون من two portions اللي هو conducting portion و respiratory portion، هذا اللي انتم ماخذيه. الconducting portion مثل ما تعرفون متكون من nasal cavity، nasopharynx، larynx، trachea، bronchi، bronchioles، terminal bronchioles. ووظيفته هذا الconducting portion هو providing passage of air، يسمح لي مرور الاير ويسوي لي conditioning لهذا الانسبايرد اير. الجزء الاخر او second portion اللي هو respiratory portion، هذا يحتوي لي على lungs ومسؤول عن الغاز الاكسشينج اللي يحدث داخل الجلانس. هذا كل اللي اخذناه فقط للطلع. شلون راح نبدي ندرس هذا الريسبيراتوري سيستم؟ راح نبدي بتسلسل. الاول راح يكون نازل كافيتي، بعدين يجي وراء فارينكس، لارينكس، وبعدين تجينا التراكيا، ورا التراكيا راح تجينا اللانكس، ثم من اللانكس راح ندخل على البرونكاي وننتهي بالالفيولاي. فهذا التسلسل اللي راح نمشي به. بالنسبة للنازل كافيتي هو beginning of respiratory system، بداية الريسبيراتوري سيستم. النازل كافيتي هلو أورغان، عضو مجوف. من شنو يتكون؟ يتكون لي بون، كارتيليج، كونكتيف تيشو، ومحاط بميوكاس ممبرين. بالنسبة لهيستولوجيكالي إذا أريد نسيجيا نصنفه، فراح نقسمه إلى 3 distinct region. عندنا الفيستيبول والريسبيراتوري ميوكوزا اللي هي النازل ميوكوزا، والأوليفاكتوري ميوكوزا اللي هي مسؤولة على الأوليفاكشن اللي هو حاسة الشم. بالنسبة للفيستيبول الجزء الأول، هذا الدهليز اللي راح يكون بداية النازل كافيتي، الأنتيريور بارت النازل كافيتي، يحتوي على هير وسبيشيوس جلاند. سبيشيوس جلاند اللي هي الخلايا الدهنية. الجزء الأهم respiratory region والolfactory region. بالنسبة للrespiratory region نسميه nasal mucosa. هنا شلون راح ندرس هذه الأجزاء؟ كل جزء راح ندرس شنو نوع النسيج البريدومينانت الموجود بصورة واسعة، شنو نوع الخلايا السيلس الموجودة، شنو نوع الجلانز الموجودة، اكو ميوكوزا، ماكو ميوكوزا. هنا من راح تدرس الخلية ومن راح تدرس الجلاند، يفضل انه تحفظ اسم الخلية والفانكشن مالتها. ليش؟ لانه هذا اسم الخلية من راح يتكرر عندك راح تعطي نفس الوظيفة، فانت من تحفظ اسمها وظيفتها راح تسهل عليك الامور. بالنسبة للانسجة، الانسجة احنا اخذنا بالكورس الاول بالتيشوز، اخذنا انواع الابيثيليا، اخذنا الكوليمينار، اخذنا العفو السيمبل كوليمينار، كيوبويدال، سكويماس، اخذنا كونكتيف تيشو، اخذنا الكارتيليج، اخذنا مجموعه من الانسجه. يا حبذا لو فد ريفيو سريع للملازمنا مال الكورس الاول البيولوجي تسهل عليكم. هنا راح احنا اكثر شيء نتعامل ويا الكوليمينار ابيثيليوم. طبعا اكيد اكو انواع اخرى، لكن الموست ابندنت الواسعه الانتشار او الواسعه الموجوده هي كوليمينار ابيثيليوم. بالنسبه للريسبيراتوري ريجن، بالنسبة للرسبيراتوري ريجين، نوع التشيو، نوع الأنسجة هنا الموجودة هي السيدو سيليتيد، سيدو ستراتيفايد، عفوا، سيليتيد كوليمينار إبيثيليا. سيدو ستراتيفايد سيليتيد، نوعها سيليتيد مهدبة، كوليمينار إبيثيليا، هذا النوع الموجود بالرسبيراتوري ريجين.
الخلايا الموجودة بها هي سيليتد سيل، الخلايا المهدبة، هذه تكون كوليمينار سيل وعدها سيليا، عدها أهداب موجودة على سطحها على السيرفيس مالتها، واللي تكون معظم most abundant type of the cells، هذه تكون معظم أنواع الخلايا الموجودة هنا. هنا موضحة عندنا بالرسم typical ciliated cells، هذا الرسم مطلوب، الرسم القبل ما النازل كافيتي ما مطلوب. أي رسم تشوف به تأشير ويوضح لك الشرح الموجود فهو مطلوب، وأنا من راح أمشي إن شاء الله أقول لكم المطلوبات، فهذا الرسم عندنا مطلوب. هذا بالنسبة للنوع الخلايا الأول. النوع الثاني هو الكوبالت سيل. الكوبالت سيل هو الفلاسك شيب سيل، خلايا تشبه الفلاسك موجودة حتى تنطينا تسوينا production of mucus، تنطينا وتطرح لنا الميوكس. النوع الثالث non-cellated columnar cell، هم columnar cell بس ما عندها أهداب غير مهدبة. إيش تحتوي؟ تحتوي على الميكروفيلي. الميكروفيلي هي عبارة عن مثل projections، هنا أنا موضحة عندكم بالرسم، هذه هي الميكروفيلي، هذه non-cellated cell with microvilli، هذه الخلايا وهذه البروجكشن اللي هي الميكروفيلي. المايكروفيلي سكريت تطرح لنا فلويد تو كيب ميوكوزا مويست، زين، فتخلي ببالك انه الفلويد اللي ينطرح دائما حتى يحافظ لنا على المويستشر اوف الميوكوزا. النوع الاخير اللي هو البيزل سيلز. البيزل سيلز موجوده بالبيزل، دائما موجوده بالقاعده. هذه الخلايا البيزل اللي احنا هنا نشوفها خلايا صغيرة هنا في قاعدة الرسم موجودة، في قاعدة النسيج موجودة، هذه الخلايا دائما تكون تكون لي القاعدة ومستعدة حتى تسوي لي ريبليس لللوست سيل او الدايت سيل، الخلايا الكبيرة بالعمر او اللي تتقدم بالعمر فتنتهي فعاليتها، هذه الخلايا البيزل سيلز تنطيني خلايا جديدة. هذا فيما يتعلق بالريسبيراتوري ريجين. اخذنا نوع النسيج البي، نوع الخلايا البي سيليتد كوبالت نون سيليتد والبيزل سيلز، وهكذا نستمر. الريجين المهمة الأخرى اللي هي أوليفاكتوري ريجين أو نسميها أوليفاكتوري ميوكوزا، هنا نقدر نرتبها او نصنفها 3 types of cell can be recognized in the epithelium، ثلاث انواع من الخلايا نقدر نشوفها بهذه الابيثيليا. النوع الاول اسمها olfactory cells، هذه تكون specialized cellated و pseudo stratified columnar epithelium مثل الريسبيراتوري pseudo stratified cellated columnar epithelium. هذه الخلايا تكون عندها رود او نوب اللي هو هذا الاصفر الموجود هنا يمنا، هذا يحتوي على number of non-motile olfactory cilia، يحتوي على عدد من السيليا اللي هي تكون غير متحركة. وترتبط بطبقة من الفلويد اللي تغطي لي الابيثيليا. هذا النوع الأول اللي هو الأوليفاكتوري سيلز. النوع الثاني اللي هو سستنتيكولار سيلز، هذه تكون الخلايا المستديمة طبيعتها تسوي لي سبورت للأوليفاكتوري سيلز تدعمها. نوع هذه الخلايا تكون يعني يكون لونها يلو كولر، هذا اللون الأصفر يجي من البيجمنتس اللي اسمه لايبوفاسين اللي موجود داخل السيتوبلازم اوف ذا سستنتيكولار سيلز، بالإضافة إلى supporting الوظيفة مالتها. ممكن أنه تكون تتأدي لي عمل الميكروفاجس تسوي لي فاغوسايتوسيس، لأنه يعتقد أنه هذه الأجزاء الصفر هي بقايا للديستروييد أو الفاغوسايت سيلز. هذا النوع الثاني من الخلايا. النوع الثالث اللي هو البيزل سيلز، مثل ما قلنا بالريسبيراتوري البيزل سيلز موجودة بالقاعدة وتكون خلايا صغيرة ما توصل للسيرفيس، وظيفتها شنو مثل ما قلنا؟ تنطيني خلايا جديدة في حال الخلايا القديمة تعرضت للدستركشن. ممكن انه تنطيني ايضا وظيفة اخرى اللي هي supporting للخلايا اللي هي الأوليفاكتوري او بقية الخلايا الموجودة بالأوليفاكتوري ريجين. هذا فيما يتعلق بالأوليفاكتوري ريجين، نوع الخلايا أوليفاكتوري سيلز،
sustained تيكولار سيلز والبيزل سيلز، وكل خلية نوع النسيج بيها، وإذا أكو أي كاركترستيكس موجودة. نكمل ويا اللامينا بروبريا. لامينا بروبريا هذه طبقة نسميها إحنا الصفيحة المخصوصة أو المتخصصة، راح نشوفها هنا، نشوفها أيضا بالدايجستيف سيستم إن شاء الله. هذه الطبقة موجودة ديب تحت الأوليفاكتوري إبيثيليوم، متكونة من شنو؟ متكونة من كونكتيف تيشو. نوع الخلايا، نوع التيشو بيها هي كونكتيف تيشو. على شنو تحتوي لي؟ تحتوي لي على بلود كابيلاريز، ليمفاتيك كابيلاريز، وايضا على الاوليفاكتوري نيرف باندلز، تحتوي لي على الحزم العصبيه للاوليفاكشن. هذه بالنسبه لمحتوياتها. بالاضافه الى هذا تحتوي لي على السيروس جلاند، الغده المصليه، هذه اللي نسميها بومانس احنا. هذه شنو وظيفتها؟ تنطيني السكريشن. السكريشن مالته عنده 3 فانكشن. الأولى تسوي لي wash of surface of the olfactory epithelium، تسوي لي wash للsurface، لسطح الolfactory epithelium. الثانية تساعد لي على نقل transfer smell carrying substances، تنقل لي substances اللي ناخذها احنا من الاير وتنقلها الى الريسبترات الموجودة بالolfactory cells. هاي الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة ممكن انه هذه الوش او هذا العفو السكريشن ينطيني protection against bacteria. ممكن انه عندكم بالرسم البومانس جلاند، او ايضا هذا الرسم مطلوب. هذا فيما يتعلق بالنازل كافيتي. نكمل الجزء اللي بعده، عندنا الفارنكس واللارنكس. بالنسبة للفارنكس، الفارنكس يتكون من نعرف انه النازل اورال والبارت. بالنسبة ل من شنو تكونت؟ عندنا إبيثيليا وعندنا ليمفويد تيشو وعندنا سبميوكوزا. بالنسبة للإبيثيليا النازوفارينكس، هنا الإبيثيليا تتكون من سيليتد كوليمينار وسيدو ستراتيفايد سيليتد كوليمينار. احنا سابقا اخذنا بس سيدو ستراتيفايد سيليتد كوليمينار، انضافت لنا هسه سيليتد كوليمينار، ويكون هذا جزء من يكون هذا جزء من من التيشو in contact of food، يكون على اتصال بالفود اثناء السوالوينج. الليمفويد تيشو سب ابيثيريال اجريجيشن، مجموعه من السب ابيثيريال تنطيني الليمفويد تيشو ار بريزنت بالفارنكس، والسب ميوكوزا تحتوي على عدد من الجلانز الموجوده داخل هذه السب ميوكوزا اللي هي تابعه للفارنكس. بالنسبه لللارنكس، احنا كنا نعرف اللارنكس هو مسؤول عن برودكشن اوف فويس لانه يحتوي على الفوكال كوردز، الحبال الصوتية. من شنو يتكون؟ يتكون لي من الميوكاس ممبرين والكارتيليجز. نجي على طبقة الميوكاس ممبرين. الإبيثيليا اللي هي تسوي لايننج للميوكاس ممبرين باللارينكس، الموست بريدومينانت عفوا موست بريدومينانت تيشو اللي هي سيدو ستراتيفاي سيليتد كوليمينر مثل ما أخذنا بالسابق، ويكون رغم هذا some parts اللي جزء من اللي التيشو اللي تكون راح in contact with food أثناء swallowing هي stratified squamous، فهنا راح ننتبه عليها. معظم الأنسجة اللي موجودة بالميوكاس ممبرين اللي عفوا اللي هي تحت الميوكاس ممبرين هي راح تكون pseudo stratified ciliated columnar، لكن بعض أجزاء من الإبيثيليا اللي راح تكون in contact with swallowed food هي الـ stratified squamous epithelia. النوع الآخر بعد الميوكاس ممبرين عندنا الكارتيليج. اللارنكس يحتوي على الكارتيليج. الكارتيليج احنا هنا عبارة عن framework. الفريمورك هذا متكون من 9 كارتيليج. شلون هذه الـ 9 كارتيليج موزعة؟ 3 paired 3 أزواج يعني 6 كارتيليج زائد 3 unpaired وثلاثة مفردة، فمجموعة يكون 9 كارتيليج. أنواعها تكون هيالين كارتيليج وإلاستيك كارتيليج. بالنسبة بتقدم العمر راح يصير عندي كالسيفيكيشن يحدث بالهيالين كارتيليج لكن ما يحدث بالإلاستيك كارتيليج. نكمل ويا الإبيغلاتس. إبيغلاتس احنا نعرف انه هي إلاستيك كارتيليج. هذه الكارتيليج ايضا محاطة بالميوكاس ممبرين.
هذا الميوكوس ممبرين لاين باي، احنا شنو عندنا الطبقات؟ عندنا ميوكوس ممبرين وجواها الابيثيليا. فالابيثيليا هنا الموجوده هي ستراتيفايد سكواموس ابيثيليوم، فهنا لازم نميز كل بارت ونوع الابيثيليا الموجوده به. فهنا عندنا ستراتيفايد سكواموس ابيثيليا، والبوستيريور بارت من الابيغلوتس لاين باي سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومينار ابيثيليا. فهنا ايضا عندها نوعين من الابيثيليا اللي هي ستراتيفايد سكواموس ابيثيليا، والبوستيريور سيرفيس للابيكلاتس تكون متكونه من سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومينار ابيثيليا. نكمل ويا التراكيا بعد ما اخذنا الفارنكس واللارنكس. بالنسبه للتراكيا راح ندرسها هنا، هذا الرسم مطلوب طبعا، راح ندرسها تكون من الانر الى الاوتر لاير، يعني من الداخل الى الخارج. من شنو متكونه؟ الاول راح يكون عندي ميوكوزا، الميوكوزا فورم باي سيتو ستراتيفايد سيليتد كولومينار ابيثيليا، نوعها سيتو ستراتيفايد سيليتد كولومينار ابيثيليا، تحتوي على جوبل سيل وايضا اللامينا بروبريا موجوده. هذا بالنسبه للميوكوزا. سب ميوكوزا الطبقه اللي بعدها راح تتكون لي من لوز كونكتيف تيشو، تحتوي لي على ميوكاس جلاند وسيروس جلاند وايضا بلود فيزلز والدكس. فاذا السب ميوكوزا لوز كونكتيف تيشو وتحتوي لي على ميوكاس جلاند اللي تفرز لي ميوكاس وسيروس جلاند اللي قلنا تعطيني سيكريشنز. الطبقه اللي بعدها اللي يشوفوها هنا باللون السمائي هذا سي شيبد بليت اوف هيالين كارتيليج، هذا عندنا الهيالين كارتيليج. الطبقه اللي بعدها ادفنتيشيا، الادفنتيشيا هي الاوتر موست لاير اوف ذا وول اللي هي الطبقه الاخيره، كونسيستينج اوف كولاجين فايبر، متكونه من كولاجين فايبر. هذا فيما يخص التراكيه طبقاتها والرسم مالتها مطلوب. الجزء اللي بعده عندنا اللانكس. بالنسبه لللانكس بالنسبه لهذا السلايد رقم 10 هو فقط للاطلاع، اللي يهمنا به انه نعرف السيكونس اللي شلون راح يكون السيكونس بعد التراكيه. هنا راح بعد التراكيه راح يتفرع لي برايمري برونكاس، البرونكاس يكون لي سكندري برونكاس وينطيني تيرشري برونكاس، هذه التفرعات مالتها. بالنسبه لي بعد هذا التيرشري برونكاس راح ينطيني اللوبيولار برونكيول القصيبات او الرفيعه اللي راح تدخل لللوبس اوف لانكس، فهذه تشعباتها. بعد اللوبيولار برونكيولز تنطيني التيرمينال برونكيول، وبالنهايه تتصل لي بالالفيولاي. الالفيولاي عندنا الفيولاي ساك وعندنا الالفيولاي نفسها اللي تكون عباره عن حويصلات هوائيه. هذا فيما يتعلق بهذا السلايد، هو فقط لفهمكم للسيكونس، واعتقد انتم ماخذين بالبيولوجي. نجي على الجزء المهم، السيلز الموجوده بداخل اللانكس. عندنا 6 انواع من الخلايا لازم نركز بها ونحفظها. النوع الاول هو الجوبل سيل. الجوبل سيل احنا اخذناه قلنا هذه الخلايا شو تسوي لي؟ تساعد لي على تراب داست انترينج ذا باسج، تلتقط لي الدست اللي راح يدخل الى الباسج زين، وعن طريق السيليا عن طريق حركه السيليا تطرحها الى الخارج باتجاه الفارنكس واللارنكس. فعندي الجوبل سيل وظيفتها تسوي لي تراب تلتقط الدست بارتيكلز اللي تدخل وتطرحها الى الخارج، تحاول تدفعها بحركه السيليا. النوع الثاني اللي هو نون سيليتد سيروس سيلز، Non-ciliated serous cells، هذه قلنا السيروس سيلز فائدتها تنطيني فلويد، وهذا الفلويد يحافظ لي على الابيثيليوم تبقى رطبه تبقى مويست. هاي النوع الثاني. النوع الثالث نسميه البيزل سيلز، بيزل سيلز عرفناها هذه موجوده بالبيزل بالقاعده، وفضيفتها انه تسوي لي ريبليس للخلايا اللي صارت لوست او يعني تحاول انه ترانسفير او يعني ديفلوبت نيو سيل وتعوض لي عن الخلايا اللي راحت او اللي انتهى الفانكشن مالتها. النوع الرابع non-ciliated cells، هذه الخلايا الغير المهدبه. هذه الخلايا وين موجوده؟ موجوده بالterminal bronchioles وتنطيني secretion،
تنطيني سكريشن، هذا فائدة السكريشن، ينطرح على الألفيولاي حتى يكون لي فيلم، يكون لي طبقة، وهذه الطبقة تقلل لي السيرفس تنشن الموجود على الألفيولاي. هذا النوع من الخلايا النانسيليتد نسميها سيلز اوف كلارا، سيلز اوف كلارا. هاي بالنسبة للنوع الرابع. النوع الخامس خلايا تشبه الاندوكراين سيلز الموجودة بالجات. الاندوكراين طبيعتها تفرز لي هرمونات او تفرز لي بيبتايدات، هذه المواد اللي راح تفرزها تنطيني الفانكشن اللي المخصوص بها او الخاص بها مثل السيروتونين وغيرها. ايضا النوع السادس من الخلايا الموجود باللانكس تحتوي لي على الليمفوسايتس والاذر، ممكن انه ليكوسايتس ايضا موجودة بداخل الابيثيليوم. فهذه الست انواع من خلايا الموجودة باللانكس مهمة جدا. بعد اللانكس عندنا البرونكاي. بالنسبة للبرونكاي القصيبات الهوائية عندنا ستراكشر للبرونكاي يشبه التراكية، يشبه حلقات الستراكشر مال التراكية اللي هو عبارة عن حلقات، ولكن اكو اختلافات بيناتهم. الاختلافات الاول انه الكارتليج الموجود بالبرونكاي يكون irregular، هناك بالتراكية كان سي شيب، هنا يكون irregular in shape ويكون سمولر، يكون أصغر. الكارتليج بالبرونكيولز القصيبات اللي تكون أصغر من القصبات الهوائية تكون غير موجودة الكارتليج، فهذا ينطيني ديستينجويش، هذا ينطيني صفة أقدر أميز بين البرونكيول وبين البرونكاس، بين القصبات وبين القصيبات. النقطة الأخرى بعد الكارتليج الأمونت أوف ماسل، كمية الماسل الموجودة بالبرونكيول وول تزداد كل ما صغر حجم البرونكاي. نفس الشيء الليمفويد تيشيو تزداد بالكمية كل ما قل حجم البرونكاي وأصبحت سمولر. النقطة الأخيرة الجلانز، هنا الجلانز قليلة وتكون غير موجودة بالبرونكيولز. وأيضا عندنا التراكية والبرونكاي اثنيناتهم نوع الإبيثيليوم بيها هي سيدو ستراتيفايد سيليتيد كوليمينار ابيثيليوم. هنا حتى نفرق بين البرونكاس والبرونكيول، بين البرونكاس القصبة الهوائية والبرونكيول القصيبات الأنعم الأصغر، أولا نجي على الديامتر. الديامتر البرونكاس طبعا هي الأكبر ديامتر، فتكون more than 1 مليمتر. بالنسبة للبرونكيول smaller diameter less than 1 مليمتر، أقل من 1 مليمتر. الابيثيليوم هنا نوعها قلنا مثل التراكيه سيدو ستراتيفايد سيليتد كوليمينار ابيثيليال والجوبالت سيل موجوده. بالنسبه للبرونكيولز تعتمد على حجمها، اذا كانت لارج سايز برونكيولز فنوع التشيو او نوع التشيو هو سمبل كوليمينار سيلز وذ فيو سيليا قليله الاهداب اند فيو كوبالت سيلز وقليله خلايا الكوبالت. هاي بالنسبة لللارج سايز. بالنسبة للسمول سايز برونكيول بما انه تصغر فسمبل كوليمينار سيلز ممكن انهم تكون موجودة او سمبل كيوبويدال سيلز، انه اذا تصغر بالحجم فالخلايا ايضا تصغر بالحجم، سمبل كيوبويدال او سمبل كوليمينار نو سيليا غير مهدبة، نو كوبال سيلز ماكو عندها خلايا. النوع او الفرق الاخر هو سموث ماسل لاير. بالنسبة للسموث ماسل هنا تكون موجودة بين الميوكوزا والكارتليج، ترتيبها يكون ميوكوزا سموث ماسل لاير والكارتليج. هنا يكون ميوكوزا سموث ماسل موجودة لكن تحتها لاستيك فايبرز. الكارتليج قلنا هنا موجودة بالبرونكيولز غائبة، والجلانس هنا تكون موجودة، عندنا السيروس جلاند وعندنا ميوكاس جلاند موجودة بين الكارتليج وبين المسل السموث مسل، هنا تكون غائبة. حتى يكون أوضح لكم سويت هيك فد رسم توضيحي إن شاء الله يكون حتى نفتهمها. بالنسبة للبرونكاس عفوا، بالنسبة لل طبقات البرونكاس هي ميوكوزا سموث ماسل وكارتليج. بالنسبة للبرونكيولز سويت حاولت اسوي طبقاتها اصغر، تتكون من ميوكوزا سموث ماسل
والاستيك فايبرز. فهنا الكارتليج موجوده، هنا الكارتليج ما موجوده، موجود بدالها الالاستيك فايبرز. بالنسبه للخلايا هنا غير موجوده بالبرونكيول، هنا تكون موجوده عندنا سيروس جلاند والميوكوس جلاند. هذا فيما يتعلق الفرق بين البرونكوس والبرونكيولز. نكمل الجزء الاخير اللي هو الالفيولاي. رسم الالفيولاي مهم ومطلوب. تقريبا حوالي 200 مليون الفيولاي موجود بالنورمال لانج. السيل لوكيتد بالالفيولاي نسميها نيموسايت. انواع النيموسايتس الموجوده تايب 1 الفيولار سيلز، وهنا بالرسم هي موضحه انواع الخلايا. تايب 1 الفيولار سيلز اللي متكونه من سمبل سكوامس سيلز. تايب 2 هنا تايب 2 تشبه السيلز اوف كلارا اللي هي موجوده باللانكس، تنطيني سكريشن. هذا السكريشن يكون لي فيلم، هذا الفيلم يغطي لي الالفيولار ابيثيليوم. فأنت هذا شنو؟ هذا ينطيني هذا الفيلم اللي تكون احنا نسميه السيرفكتنت، يقلل لي السيرفس تنشن، يقلل لي السيرفس تنشن، فبذلك يمنع الكولابس، يمنع الاصطدامات تصير بين الالفيولاي خلال طرح الاكسبيريشن او الاكسهيلشن، خلال طرح الاير الى خارج اللانكس او الى خارج الالفيولاي. التايب 2 سيلز ايضا ممكن انه تسوي لي مالتيبلاينج وتحاول يعني ريبليس الدامج سيلز للسيل تايب سيل 1، فممكن انه تعوض عن خلايا اللي هي تايب سيل 1. فوظيفتها قلنا تقلل السيرفس تنشن، تمنع الكولابس، وايضا تنطيني او تعوض لي عن الدامج تايب 1 سيلز. تايب 3 اللي احنا نسميها البراش سيلز اللي هنا موجوده هذه باللون الازرق، هذه يعني هي doubtful function، ولكن يعتقد انه اما تكون supporting او protecting، وعلى الاكثر هي supporting، لكن function basic function مالتها هي doubtful. اللي هنا احنا يعني انتهينا ان شاء الله من موضوع respiratory system. ان شاء الله كانت محاضرة حلوة وبسيطة قدر الامكان. هنا انا حبيت خليت لكم السلايد الاخير. Can you see a difference؟ وإحنا عايشين الآن في وباء كورونا. التدخين هو جزء، بما إحنا نحكي عن respiratory system فلازم نحافظ على هذا respiratory system. فأنت أثناء تدخينك راح تلامس وجهك، هذا اللي WHO اللي طرحته إنه أضرار التدخين، إنه شون increase your chances of getting COVID-19. وحدة من عندهم انه اثناء التدخين اثناء السموكينج راح تلامس وجهك فانتقال يكون اسرع. الثانية هي باستخدام التباكو راح يكون انتقال تلامس بين شخص واخر، فراح يكون لان هي multiple uses فراح يكون انتقال ايضا الكوفيد 19 اسرع. بالاضافة الى هذا احنا نحتاج الى clear lungs، لا سامح الله لا سامح الله اذا شخص تعرض، تلاحظ انه الشخص اللي صحته زينة و مناعته قوية وغير مدخن شفاءة تكون بصورة أسرع. ف keep yourself healthy, it's your choice to save others too، يعني هو مو بس صحتك، صحة الآخرين. إن شاء الله الله يبعدكم عن كل شر ويحميكم ويحمي عوائلكم. نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة جديدة. دمتم بأمان الله.